باب من الشرك الاستعالة بغير الله، والثاني أن يستغيث أو يدعو. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لك أن الاستعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة بابها باب الدعاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، تقديم من حق التأخير، فابتغوا الرزق عند الله هنا قدر. لماذا؟ على دليل على الحصر، لا تبتغي الرزق إلا من الله. لا تقول ماذا صنع لنا الحكام، أين العروبة، أين الخليج، العلماء، لا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق. ثم قال سبحانه وتعالى واعبدوا. لماذا؟ لماذا جاء بالعبادة بعد الرزق؟ لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل ما شاء الله خيرات، صح؟ تمام. واعبدوا واشكروا له. لماذا؟ لأن النعمة ابتلاء امتحان، تشكرها أو تكفرها، وقليل من عبادي الشكور. بهذا تم القسم الثاني. نعم.